وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة. مرحبا بك في نشرة الثالثة. 1245 ترخيص بناء خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2022، هو رقم يعكس جهودا كبيرة تبذل في هذا المجال. برأيك كيف ترى التطور الذي يحققه نظام بنايات، وما هو الأثر الإيجابي على المستفيدين؟ الله يمسكم بالخير وشاكر لكم هذه الاستضافة. في البداية حبيت أعطي فكرة سريعة للمشاهدين عن نظام تراخيص البناء اللي هو البنايات. طبعا هو منظومة إلكترونية الهدف منها تسهيل وتسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء. طبعا هو لا ننسى هو أحد أهم المشاريع الحكومية التي تحظى بدعم من قبل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله. يدعم طبعا الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، وخاصة السوق العقاري وقطاع التعمير والإنشاء وهو المستهدف. طبعا احنا من تدشين هذا النظام احنا صار لنا احنا 4 سنوات، هو دشن في 2018 واليوم احنا اكتوبر 2022، يعني 4 سنوات صار لنا. ميزة هذا النظام انه حدد لجميع الجهات الحكومية المنطوية تحت نظام بنايات فترة زمنية محددة للموافقات المبدئية، أما وكذلك 5 أيام عمل لإصدار التراخيص النهائية. إيجابيات هاي النظام هو حولنا إحنا عملية إصدار ومراجعة التراخيص من الوزارة عندنا وزارة شؤون البلديات والزراعة ممثلة بشؤون البلديات إلى القطاع الخاص وهو ممثلا بالمكاتب الهندسية. فهني أصبحت الوزارة دورها إشرافي ورقابي على إصدار التراخيص، فتحولنا من إصدار تراخيص إلى حولنا هذه العملية إصدار التراخيص إلى القطاع الخاص. نعم. فهذا شيء مهم، أنت إشراك القطاع الخاص في إصدار التراخيص وخاصة إصدار تراخيص البناء. نعم. ما يتعلق بالتراخيص الصادرة، عدد التراخيص الصادرة من تدشين نظام بنايات مثل ما بيّنت في أكتوبر 2018 إلى أكتوبر 2022، يعني إحنا نتكلم عن 4 سنوات، 7480 ترخيص، وهذا ترخيص يعتبر كبير في هذه الفترة. طبعا هذا يشمل جميع أنواع التراخيص بمختلف تصنيفات. اليوم وصلنا في هذه السنة تم إصدار 1245 ترخيص، تقديم وإصدار التراخيص في هذه السنة 1245. المعدل لإصدار التراخيص احنا نتكلم 2.26، يعني أقل من 3 أيام عنه، وهذا يعتبر حقيقة إنجاز يعني مهم وكبير. نعم. للقطاع اللي تكلمنا عنه، القطاع اللي هو التعمير والإنشاء والسوق العقاري. نعم. كذلك حبيت أبين إن شاء الله نهائية نظام بنايات دائما في مرحلة مستمرة من المراجعة والتطوير وإضافة خدمات أخرى يعني لهذا النظام، ولذلك في هناك برنامج لتطوير هذا وإضافة خدمات في 2023 لنوصل ل 2024. نعم. سعادة الشيخ محمد بن أحمد الخليفة، وكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة، شكرا جزيلا لك.